السلام عليكم حيثام متابعين إيريسات. يوم 17 يونيو سنة 2023 اليوم دولو إلى الأخبار اللي قرأ لكم كالسلف لابي رسوم رواندا من بريطانيا لنتنس أتوم إثوى 10 مليون باوند بلسمي يكون لتبالها اللام مسؤولين أقليم تقراي لجنة تحقيق تقليمهم إقل تمسا طالبهم مصادفات زيارة دبلوماسيات وكاي روسيا وأمريكا ديب أفريقيا بزحام تتهاجه ليتم العبير سكبر سمت أنحكم تفاصيل التلالي قلكم فعالية اتفاقية بالست البتلجو من بريطانيا سكرواندا اتمك حدان دعتيت ات علامة سأل التاكري تتلهليات وقد حكومة رواندا قلا للترزوت البتلجو ان التباة ناسة تلهليات مال بل اسمي يكون الشكم هلا شرحام اللي حكومة رواندا منا فاقرة العالات ميزانيات بزح مال اقل اتحضروتنا الى من بريطانيا اسك عدالة للترزوت البتلجو لا قبي مشاري ديبوكم افقرتو حقو لا شرحتون الناطق الرسمي حكومة رواندا توديو مؤتمر الصحفيين حقول اتفاقيات بريطانيا متوى 10 مليون باوند استرلين اقل حكومة رواندا كم سلمات ولا مال اتفاق رألو قردكم وعلى ود حلام اتفاقية بريطانيا ورواندا كما تحسبت اتفاعليات اقل توعال لتقدر كم يهلا عندي حبرو تغارير بريطانيا الاتفاقيات ايقبت من قبيم لما لقل بالله كم طلب لتقيم من حكومة رواندا لسمع لها الشرح لكن لمال مشاركم قبابوتو لتهدق لها اللام اتوارها بريل ناي إلا سنة كلية لفو أسرة وكلية فينج بريطانيا ورواندا لتبطح اتفاقيات بريطانيا لأن بل قبي قانونيات اتأردال أتو تيل بتلجون أسك رواندا أقل تداغو نوم كم قرارات واللي من دول العالم كبتك ميراكبا وبزوح مؤسسات حقوق الإنسان شكوات كم قدماتها لتأمر بالأساس وقلت محكمة بريطانيا من يوم 5 سبتمبر نا إلا سنة قونان دامبتات قانون وفعاليات نايلات فنجي دولتا ودولة رواندا لتبطح اتفاقيات لقيم إقل تفرد كمتو حبرت الليتم وزارة خارجية بريطانيا ثبت لها مثل رواندا لتبطح اتفاقيات إقل الشعب تاوده يهبط ولا اتفاقيات من أساسها قوانين واتفاقيات عالم حقوق لاجئين لتكيد تا وبعد شكاوي قدومام ثبت أهلو مثل حكومات اتمك حدا أتيت كمهليات وبلي وقلت محكمة بريطانيا قانونيتنا إلى حداس اتفاقيات عند بحثات اجل تفردكم تو لتهدق هلام اتيوم 14 يونيو اجل تتأمبت حسبت لعلات اقبالت طيلبة الهجوم بسبب لا تدخل محاكم اوروبا كم اتكارمات بريطانيا لكن اللي تدخل سياسة اللي اندي اي تتكرم لمس رواندا اتيت اتفاقيات اقل تترقل لكم كدم دا تحبر تان حتام مسؤولين أقليم تقراي لدي بأدي صعوبة آتيت لليات لجنة تحقيق تقراي عند أتيت مسلم قلتام حبر طالبا من اللوم مكتب علاقات خارجيتنا إلى أقليم إتأفقر يشاري مثل لجنة تحقيق لا تام حبر لجنة السيد كمهليات عند حبرام لجنة تحقيق لازم تقراي عند أتيت لحالة من قروب قلتا أمرا وستابا طلب قدمام أنفرنا لجرائم حرب أتحيد أطوبيا منه وقلت تحقق مجلس حقوق الإنسان منظمة مجلس كران لتأسست لجنة تحقيق دي بيوم 10 و5 يوليو أديس أوكم أتيت وأسك يوم 3 يوليو قلت تنحكم تتشرحام مسؤولتنا إلى لجنة تحقيق ولد كينيا كاريبيتي برينجي مثل سيديايتا ولد سريلانكا راديكا و أمريكي ستيفن رانتر تدي صعوبة فعالية شكل نايلة لجنات لا خصيص مثل سفسلطة حكومة توبيال هدقوكم اللولة أمر
مسؤولين اقليم تجراي انفار نايلا ديجنات اتا جرايم حرب غباتو للبولو اقليمام دي باتحو تاما سورة ناس او من جبي اتشقل نايلا ديجنات تحفز كم لها الليلوم شرح افقرام اللوم للجنات تحقيق التام يوم 3 نوفمبر سنة كلي 2020 دام باتام اتحرب عاد هيد شمال اتوبيا ترأس سبدحن مواطنين ولاجين بكلهم متبئسات جاب قللت بهل كيدات حقوق الإنسان منو وقلت تحقاك دي بيوم 17 ديسمبر نايلة حلفة سنة كلي 2010 وحتى لا تأسسات تجابين اتيوم كلي مارس اي سنة كلي 2010 وكلي للجنات تحقيق لا تتمقاره ثلاث نفر كم يمامات لتأمر زيارة أنفار لجنة تحقيق تدي صعوبة التلالي نايلة يوم إسرا وكل إمارس لا لجنة مثل وزير عدل أتوبيا جنيف حقولا ودوه دكمتو تأمرام حكومة أتوبيا تأسيس نايلة لجنة تحقيق تعارض وكافية ميزانية من منظمة الإسكران إجليز تحيب تجيد كمعلات أذا لكن أنفار لجنة تحقيق أدي صعوبة أتيتم حكومة أتوبيا مبادئة تحسينات وديت كمليلة لريتو السرن دول أفريقيا جولة دبلوماسية ودلها لا وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لمصر لأنبطي زيارته جمهورية كونغو بعد كمالا رويترس حبرتم روسيا لدي بأوكرانيا تودي لليت حرب سبب مشاكل منابرات ات افريقيا غابة هلاندت بهلام الدول قرب قبي لعلى دعايات حسدت لتبين لمثل دول افريقيا لليت الى علاقة زياد نقب لك بوقت قلت الدكاب جولة دبلوماسية وده ليتم جولته ام مصر لانبتا وزير خارجية سيرجي لافروف مصر تتنحط وقت مثل وزير خارجية نايلة دولة ووكيل الجامعة العربية كما محبرام وهدقا والذي بألم لترقل هلا مشاكل منابرات من روسيا دي قبي من دول قرب كمتو شرحام وزير لافروف حقولا دي جمهورية كونغو لوديا زيارته اسكو غواندام وطوبيا قلي جيس كمتو ودي بطوبيا مثل سبتتت نايلة دولة ومسؤولين اتحاد افريقا قل هدف كمتو تأمرام زيارة وزير خارجية روسيا دي دول أفريقيا مثل زيارة فنتوي الأوك أمريكا تقر أفريقيا سفير مايك هامر صادفكم الليلة أمر سفير مايك هامر من يوم 10 و4 يوليو عند أنبتان دي مصر أتوبيا ومارات زيارة ودهلام بل الليما رئيس فرنسا أمانيل ماكرون التلسامن دي كاميرون بنين وغيني بيساو جولة جلودتهم رئيس روسيا فلاديمير بوتين اتيوم 3 يونيو مدينة سوشي ناي روسيا مثل مسؤولين اتحاد افريقا كما محبرا وعدو سبب مشاكل منابرت ات افريقا قبل الليلة بهل دعايات دول الغرب اتكافئتكم تو شارح علام سفن حرب روسيا لبزح اماكن بحر طلا من دكردنا من واسك مينات اوكرانيا لتقبي حركات كاريكم هلا عند لتحبر تانهتوم روسيا من مينات أوكرانيا أسك مينات أو حقو أسك أفريقيا لجيس مواد كذا وبيد بسبب لا السلام بحر دفون لهلا مفجرات وبسبب منع اقتصاد دول قرب روسيا كرعكم هلا تتعقب باللي حمسة وحوا دل هلا حرب روسيا وأوكرانيا وبسببه لا ترأى حدان كذا أتعلم دول أفريقيا زياد تأثير قابل تنكم هلا لتأمر روسيا وأوكرانيا تعلم ورط مثلث تصدير ناشن راي لا قط يا دول تن حسام متابعين رسات باليوم دولي على الأخبار دي بالله تعلم